أنا متابعين الكرام متابعين قناة شاف أنا شتيك جوج معكم مباشرة من مدينة طون أسر مدينة طون طبعا يعني متابعين الكرام وأنا اليوم هو على كروبيت اللي بدوره متابعين الكرام يعني الناس اللي تطون الحمد لله مدينة طون يعني كنت كيعرف واحد راوج عليه بإذن واحد الإقبال كبير يعني متابعين الكرام كنعرفو بزاف ديال الناس كيقولوا أنهم يديروا كريبيت يعني في الشهيوة ديالهم الرمضانية وكذلك يعني بزاف ديال الناس كيعجبهم يعني ماكلة خفيفة في رمضان والطاجين ديال كروبيت فهو كيجي واحد الطويجة خفيفة إلى قال لي يعني مع المغرب مع هذا المغرب فكروبيت متابعين الكرام هادشي اللي خلاه انه يغلى وغالي بزاف يعني اليوم بحال هكا هذا متابعين الكرام فكروبيت متابعين الكرام ديال المذيع كما كتشوفوا الشيك ديالو الحجم ديالو شحال كبير فواصل متابعين الكرام يعني 120 درهم متابعين الكرام يعني الكيلو الواحد متابعين الكرام ولكن صراحة يعني هذا متابعينا الكرام شوفوا كيف معنا هنا حق حق جنبار وياك ها جنبا غليطه كذا كلام متابعين الكرام شري جنبا اللي هي رقيقه وكتبنا 12 فرنك فجنبا غليطه غنختار لكم شي هوز على الطرف فهاد كروبيت متابعين الكرام يعني اليوم متابعين الكرام يعني داير 120 درهم اليوم الحمامه البيضاء صراحه يعني صباح الزمن ديالو صباح الزمن ديالو يعني صراحه كرام الحمد لله يعني اليوم بخير موجود متابعينا الكرام كما كتسمعوا معنا ولكن موضوعنا اليوم يعني اللي هو كروبيت متابعينا الكرام فهو صباح فهو يعني كروبيت يعني صباح السنة ديالو يعني متصافى يعني قبل أيام قليلة من الشهر الكريم متابعينا الكرام فطبعا يعني حتى السول 80 درهم ولا فالصول متابعين الكرام عاود ديال مضيق هو الصول صباح اليوم يعني داير 70 درهم كذلك يعني الحوت بيض يعني بالنسبه يعني للكرويش ف ما غادي يقيدش عليه متابعين الكرام بالمحروش انا ويقيدش ملي كنشوف متابعين الكرام لا كروبيت يعني دايره 120 درهم ف طاجين الدابه بالمحروش انا كثير هذا العام هذا طبعا يعني كما قلتلكم متابعينا الكرام يعني هنايا ايام قليله كنتسنى على الشهر الكريم متابعينا الكرام وموضوعنا يعني اليوم هاد الصباح هذا موضوعنا اليوم متابعينا الكرام هو كروبيت هذا ديال مضياف متابعينا الكرام واللي الثمن ديالو يعني السوق متابعينا الكرام اللي صباح داير 120 درهم للكيلوغرام الاربع طبعا يعني كنحييكم متابعينا الكرام اللي كنتسنى على التحديث المباشر من خلال هذه التغطية المباشرة اللي كنعيشو معكم الأسواق الحمامة البيضاء فالصول الثمن ديالو خاص وكروبيت الثمن ديالو طلع هنا في الحمامة البيضاء متابعينا الكرام والحمد لله حس آخر كامل موجود حس موجود متابعينا الكرام بالنسبة لي حتى بالنسبة متابعينا الكرام اللي يمكن تشوفو تشوف معنا يعني حتى الصول على الراية راية بدورها يعني 40 درهم الكيلو ولكن اللي كنتكلم عليه قبل في الفتره هذه هو كروبيت حنا كنسميوها هنا في الشماليه كنسميوها الجامبا يعني في الشماليه يعني كتسمى الجامبا فالجامبا صبحت غاليه يعني اليوم متابعينا الكرام كما كتشوفوا الجامبا موجوده ديال الرينكون ديال المضياق غليطه كبيره يعني كتسمى هذه الجامبا ديال الرينكون اللي كتكون في السوق كتسميها الجامبا الروايه ولكن انتم عارفين الجامبا الروايه كيفاش كتكون هي هذيك الجامبا الكبيره
الكلام برا وين مسوين الكلام ولا الكلام بدي يضيفون فيا طلع السوق مسوين الكلام اليوم كسميه الكلام برا وين في السوق لأن أغليته ما الكلام برا وين معروفة كانت كبيرة عارفين بدل ما يوم بدل حقاش يدير 40 فرق من الوحدة وفينية إذن مسوين الكلام مثل ما كتشوفوا هذه هي كروفيت اللي كيشبوها يعني بالجمبر كتسمى يعني كيشبوها بالجمبر ملي كتكون غليطه يعني كتشبه بالجمبر رويال او كلوبيت رويال مثلا يعني كما هي السوق تشبه كتكون غليطه شي ديك الجمبر اللي هي رقيقه كيكون الجمبر غليطه واش تكون الجمبر غليطه يعني كيقارنوها يعني مع الجمبر فالجمبر رويال حتى ما ديال المينيو شطو 4000 30 درهم دن مسامين الكلام يعني اسمه بلاصة حوض السوق ديال ترانكات خيتي طوالي السوق ديال ترانكات بيع 20 درهم ما كتشوفو هادي الدابة عاطية العين عاطية النظرة ديالها الناس كتجي كتشاهها انايا عارفها غليطة وكبيرة فكيجيو كيتشاهوا كيحاولوا انهم يسقسوا شحال وصل الثمن ديالها فكيجيبو الثمن ديالها فكي تفاجئوا متابعينا الكرام متابعي قناة الشافنة إذن كروبيت متابعينا الكرام يعني هنا في حمام ربيضة دير 120 درهم كنحييكم متابعينا الكرام على المتابعة ديالكم دمتم في رعاية الله وفي اللقاء إن شاء الله تعالى في مباشر جديد.